صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير منا، صباح الخير مصطفى. الحقيقة منا الجو لسه مازال حر الصبح، بالليل هيكون لطيف. امبارح القاهرة سجلت 34، النهاردة بتسجل 35، ففي درجة زيادة. مفيش أنباء الموجة دي تخلص إمتى مثلا؟ أكيد الأيام اللي جاية هتبقى حر. هو من يوم الأحد هيبقى فيه ارتفاع شوية، 37 النهاردة 35، ففرق درجتين، وبعدين هترجع تقل تاني توصل ل 36 يوم الاثنين. كل التفاصيل معاك يا ليندا. خلينا نشوف. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنشوف على الخريطة اللي هتظهر دلوقتي، وهنبتدي جولتنا من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة، وبامتداد الشارع وتحديدا من منطقة مسجد الفتح لحد محطة غمرة بتظهر سيولة مرورية، ومن غمرة لطريق النصر بتشهد بعض الشوارع سيولة مرورية. أما شارع بورسعيد في منطقة باب الشعرية فبيشهد سيولة مرورية. هنوصل عند مستشفى أحمد ماهر وهنشوف إن كمان في سيولة، وهنفضل ماشيين لحد كوبري زينهم وصولا لكورنيش النيل، هنلاقي كثافات بسيطة وغير مؤثرة. أما أعلى الأوتوسترات ففي سيولة مرورية نسبية، بتزيد بعد شوية للقادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، وهناك في بعض الكثافات البسيطة. أما كوبري أكتوبر فبيشهد كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة وتحديداً من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لميدان الجيزة، وهنلاقي هناك بدأت الكثافات تقل بشكل بسيط. أما محور 26 يوليو فبنلاقي كثافات مرورية للقادم من أكتوبر ولحد ميدان لبنان، وفي الاتجاه الآخر بنلاقي سيولة مرورية للقادم من كوبري 15 مايو. هنروح دلوقتي لمحافظة الإسكندرية، وزي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح لمدينة أسوان، وهنتابع الحالة المرورية هناك، وهنبتدي من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.65، أما الشراء فسجل 18.57. اليورو البيع سجل 19.99، أما الشراء فسجل 19.89. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.47، أما الشراء فسجل 23.36. الفرنك السويسري البيع سجل 19.39، أما الشراء فسجل 19.30. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.79، أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 4.97، أما الشراء فسجل 4.95. الدينار الكويتي البيع سجل 60.94، أما الشراء فسجل 60.66. وأخيراً الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.08 جنيه، والشراء سجل 5.05 جنيه. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 875 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1010 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1154 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8080 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 27. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.